السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احييكم ايها المشاهدون الاعزاء في هذه الحلقه من برنامج ما يسطرون والتي اشوف فيها بمواصله التقديم والعرض لكتاب من داخل الاخوان المسلمين الذي الفه الاستاذ يوسف ندى بالاشتراك مع المؤلف البريطاني دوغلاس تومسون وشرفت انا بترجمته من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه ونشرته دار الشروق وقد طبعت منه طبعتان الاولى ونفذت في نهايه 2012 وطبعت الثانيه في 2013 والكتاب كما بينت في الحلقه الماضيه عباره عن روايه واقعيه للأحداث والتجربة التي عاشها الأستاذ يوسف ندى داخل الإخوان وقد امتدت على أكثر من أربعين عاما منذ كان في الرابعة عشرة من عمره وهو الآن يقترب من عمره الثمانين أو تجاوزه بقليل فالحقيقة هي أكثر من ستين عاما وهي كانت حافلة وقد شغل في فتره من الفترات مهمه ومسؤوليه العلاقات الدوليه بين جماعه الاخوان المسلمين وبين الدول والشخصيات العالميه في مختلف انحاء العالم والكتاب فيه فائده كبيره لانه مصدر اساسي يتحدث من داخل الاخوان وبالوثائق ولان صاحبه قد عاش تجربه غنيه ذات شقين، الشق الاول شخصي اذ بدا كشاب عادي متخرج من الجامعه في الاسكندريه في الهندسه الزراعيه وانتهى الامر به بعد كفاح طويل وجهد متواصل ونجاحات وإخفاقات إلى أن أصبح من أصحاب البلايين وما ورجل أعمال من أنجح رجال الأعمال وكان في هذه المسيره قد أظهر صلابة وشجاعة قوية وكبيرة اذ كانت تعترضه كثير من المشكلات والمصاعب بل والنكسات في مسيره النجاح المالي والعملي ولكنه لم يكن ييأس وكان يقف على قدميه صامدا امام الازمات حتى يتجاوزها ويعود اقوى ما كان الى ان جاءت الضربه الكبرى في عام 2001 عندما اتهمته الولايات المتحده الامريكيه باطلا بأنه يمول الإرهاب العالمي وبالذات ما يسمي بعد ذلك بالقاعدة في بن بقيادة بن لادن وعبثا حاول أن يثبت أن هذه التهمة باطلة ويحاول أن يستخلص حقوقه بالقانون بعدما فرضت الحكومه الامريكيه و12 حكومه صديقه لها حظرا على امواله وتجميدا لها وبل وحددت اقامته في بيته لا يستطيع مغادرته فكان تحت ظروف تشبه السجن لسنوات طويله زادت عن عشر سنوات الى ان تمكن في النهايه من تبرئة نفسه بالوثائق والمستندات عندما حكمت أحدى المحاكم السويسرية ببطلان الدعاوى الأمريكية وبأن الرجل بريء من كل هذه الاتهامات ولا علاقة له من بعيد أو قريب لا بن لان ولا بأي منظمة إرهابية أخرى هذا الجانب الشخصي أما على الجانب العام وهو نشاطه داخل الإخوان فهذا في نظري من اهم الكتب والوثائق لانه تعرض لمشكلات عديده ساهم الاخوان في حلها وهو بهذا وكان هذا الكتاب مكتوبا او كتب قبيل الازمه التي حدثت في مصر والانقلاب الذي اطاح بالرئيس الشرعي الدكتور محمد موسي وما أعقب ذلك من حملة ظالمة باطلة تتهم الإخوان وتجرمهم وتلصق بهم كل الجرائم التي يرتكبها الجميع أصبحت الآن تعلق على الإخوان ويتهمون بها ويدانون دون محاكمة كل من يمسك مايكروفون أو قلم يبدأ كلامه بلعن الإخوان وسبهم والتطاول عليهم والجميع يفعل هذا في الوقت الذي يزج فيه بالإخوان في السجون دون محاكمات أو بعد محاكمات باطلة وغير عادلة وجائرة ويحرمون من حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم لكن هذا الكتاب الذي كتب قبل هذه الأزمة يبين بوضوح تهافت هذه الإدعاءات التي اتهمت الإخوان بالإرهاب كذبا وباطلا لأنه في كل الأزمات التي تدخل فيها الإخوان التي شرحت هنا كانوا عنصر سلام وسعي لإصلاح ذات البين سواء كانت المسألة في الأزمة بين الجزائر والمغرب أو في الصراع بين اليمن وأريتريا أو في الحرب الأفغانية بين الفصائل الجهادية المختلفة أو... في المشكلة الإيرانية وفي الصراع بين طهران وصدام حسين أو في التوفيق بين الثورة الإيرانية وبين أهل السنة أو في حمولة حل المشكلة الكردية ورفع اضطهاد نظام صدام على الإخوة الأكراد في عشرات الأزمات يتدخل الاخوان بالوساطه الطيبه التي تسعى الى ارجاع الحقوق لاصحابها وتسعى للم الشمل وازاله التوتر وفي سبيل هذا كانوا مستعدين لتحمل كل الانتقادات وكل الاتهامات في سبيل ان يتحقق الوئام والسلام بين فصائل ومكونات الامه الاسلاميه والامه العربيه وانا اعتقد ان هذا الكتاب لابد ان يقراه كل انسان يريد ان يعرف حقيقه الاخوان والدور الذي لعبوه في هذا المجال، مجال العلاقات الدوليه، وهو دور بناء يتمشى كل التمشي وينسجم مع الدور الاصلاحي الذي حملوه على اكتافهم في داخل مجتمعاتهم وبالذات في مصر مهد حركه الاخوان والمكان الذي بدات فيه دعوتهم منذ ثمانين عاما أو أكثر وفي توضيح أسباب هذا والظروف التي يعرف الإخوان يقدمون على هذا النشاط ويتحملون في سبيله كل المشاق دون أن يشكو أو أو يملوا أو يتهموا أحدا بشيء كل هذا مبني على مبادئهم القائمة على الإصلاح والتدرج والمنهجهم الذي يحاول قدر المستطاع تتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطواته وفي منهجه العلمي فهم يقتفون اثر الرسول تحقيقا للشعار الذي يرفعونه دائما يقولون الرسول قدوتنا وهذه القدوه تقتضي منهم ان يتبعوا هذا المنهج منهج السنه الصحيحه كما انهم يتبعون في دعوتهم للناس منهج الدعوه الاسلاميه القائم على الحسنه وعلى الحكمه والموعظه الحسنه وكل هذه طبعا بطبيعه الامر تتنافى تماما مع منطق الارهاب وقد بين في مواضع مختلفه النزعات الخيريه عند الجماعه افرادا وقياده وهيكلا تنظيميا وكيف ان هذا الاسلوب كان السبب في فتح القلوب لهم وانضمام الكثيرين الى هذه الجماعه ليس في مصر وحدها وانما في سائر انحاء العالم. والكتاب يختتم او يختتم بفصلين مهمين يتحدثان عن التطورات الاخيره التي حدثت في مصر بعد ثوره الربيع العربي في مطلع العام 2011 ويتكلم عن كيف بادر الاخوان بالقيام بمسؤولياتهم والمساهمه في الثوره وكيف كانوا حريصين على ان يقوموا بدور ايجابي ثم عرض ايضا لسوء التفاهم الذي حدث بين القوى الثوريه وبين الاخطاء التي وقع فيها الاخوان وحاول ان يكون موضوعيا في تقييم هذه الاخطاء وفي نقدها ويقترح بعض الامور لتلافي هذا الامر كما تنبا ايضا ببعض الاحداث التي للاسف حدثت وهي الانقلاب الذي رايناه لانه كان واضحا في حديثه عن الدور الذي لعبه العسكر بعد تنحي مبارك عن الحكم في يناير او في فبراير عام 2011 على وجه التحديد. الكتاب متوج في النهايه ببعض الوثائق المهمه وصور للمؤلف نادره مع شخصيات لعبت ادوارا مهمه في تاريخ المسلمين والعرب الحديث والأسلوب الذي تبعه أسلوب سهل ميسر وفي من التشويق وتقسيم الكتاب إلى الفصول كثيرة يجعل قراءته أمرا ميسرا وأنا أعتقد أن هذا الكتاب سيسد إن لم يكن بالفعل قد سد ثغرة كبيرة في تاريخ الحركة الإسلامية في مصر وفي التأريخ لحركة الإخوان المسلمين على وجه التحديد وأرجو أن تكون هناك فرصة لتطلعوا عليه كما أنه قد ترجم إلى لغات أخرى لعل من من أصدقائكم أو زملائكم من لا يحسن العربية فهو موجود باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة التركية وأظن لغة أو لغتين أخرين غير ذلك بالإضافة إلى النسخة العربية حاولت أن أتبع نفس الأسلوب في الترجمة بأن أستخدم العبارات السهلة الميسرة وأن أكون أمينا في نقل الأفكار المؤلف كما وردت وإذا كنت وفقت في هذا فمن عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك من تقصير فهذا من عندي، وأسأل الله أسأل الله لكم ولي التوفيق والسداد وللمؤلف أن يثيبه الله حسن الثواب على هذا العمل المهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.